على بالي راكم كيف مشغولين طابلة في الدنيا كذا، حبيت ندير لكم فيديو تاع دقيقة ولا زوج باش نقولكم بداية تحضيراتي لطاولة نتاع العيد تاع غدوة ان شاء الله. صح، عيدكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله، تعيدوا وتزيدوا وبالفرحة وبالمكانش حزن، مكانش مشاكل كما تفهمنا، بداية جديدة إن شاء الله. فرحوا من قلوبكم، الفرحة قد الإمكانيات نتاعكم. راكم تشوفوا فيا امرأة بسيطة جدا، قد روحي فرحانة 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 من قلبي. هاي تعبانة، شوفوا صوتي وراح، كان عندنا الغبار، راني كنت في الصالون هذه خلي تحت الاخر انه عندنا بقى زواب عرمضية خفيفة شوية بصح كاين. المهم هاي نظفت الصالون، بدلت الديكور شوية، درته منا هكا باش ما يكونش عند الباب، درت القعدة من قادر كون تجي مثال مرا ولا ماما ولا المهم حبيت تكا واحد ندير بساط من هي ولا ماطلة وماطلة ولو سايد. هذا وين راني حنبدا، نحب الديكور تاع الفخار، شوفوا في داري لازم تلقاو الفخار، ها هو راه الفخار، هاي نمسح الفخار الفخار، هذه كنا وبين نتعشاو فيها وبعد هزيتها. يلا شتو رمضان هاو كمل، واش نقول لكم، قدكم قد رواحكم، ما تعندوش لكثر منكم، ما تشوفوش لكثر منكم، شوفوا رواحكم قال الحمد لله قدرت على هذا والحمد لله، ما نشوفش اكثر من هذا. والملتقى وقتاش؟ غدوه ان شاء الله. سلام.